أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم السبت 20 من فبراير لعام 2021، ونبدأ المحاضرة الثانية من الكوندنسد كورس خاصة بالهارت، وهنتكلم على الإكسيتابيلتي وريزميستي بإذن الله. Heart has got four properties. الهارت عنده four properties: excitability, rhythmicity, conductivity and contractility. يبقى the heart has got four properties. All of them are myogenic. يعني generated in the muscle, in the muscles of the heart. يعني خاصية القلب نفسها. ما هو مايو يعني عضلة، وجينيك من كلمة generated يعني بيتولدوا في القلب. سؤال ام اس كيو: not neurogenic، يعني حتى بعد قطع الاعصاب، لو قطعنا السمباثيتك والباراسمباثيتك، الهارت continues to beat regularly، يقعد يضرب بانتظام. وما راح تسالي ما الاعصاب دي موجوده ليه؟ الاعصاب دي بتريجوليت فقط، يعني السمباثيتك على سبيل المثال يزود الكاردك بروبرتيز، فور اكزامبل بيزود الهارت ريت، والباراسمباثيتك ينقص الكاردياك بروبرتيز، فور اكزامبل ينقص الهارت ريت. فهنبتدي باول خاصيه من الخصائص الاربعه وهي الاكسايتابيليتي. هنا يعني بطلب منك انك تبقى عارف مراجع النيرف في اللكتشرز بتاعتنا. فاحنا قلنا الاكسايتابيليتي، ما هي الاكسايتابيليتي باي ديفينيشن؟ It is the power to respond to an adequate stimulus، مقدرة الاستجابة لمؤثر كافي. طيب الهارت بيستجيب بطريقتين: الريسبونس بتاع الهارت electrical يعني في صورة action potential، وميكانيكال في صورة انقباض. طيب الاكشن potentials في الجسم نوعان. سمبلي احنا عارفين الاكشن potential عبارة عن depolarization followed by repolarization. Simply we have two types من ال action potentials. حسب ايه؟ حسب ال depolarization. لو ال depolarization سبب دخول الصوديوم السريع، هيبقى ال depolarization سريع وعليه ال action potential سريع، فنسميه fast response action potential، اللي هو زي اللي موجود قصادنا هنا اهو، اللي هو الفاست ريسبونس اكشن بوتنشال، ان سبب دخول الصوديوم. وده موجود في النيرف، خدناه في النيرف كان الديبولاريزيشن سبب صوديوم، وفي السكيليتال ماسلز، وفي الاوردري كونتراكتايل كاردياك ماسلز اللي هم الاتريوم والفنتريكل. طب النوع الثاني من الاكشن بوتنشالز بيبقى الديبولاريزيشن سببه مش دخول الصوديوم، انما سببه دخول الكالسيوم اللي هو بطيء، يعني سلو كالسيوم انفلكس، وعليه الديبولاريزيشن هيبقى سلو، وعليه نسمي النوع الثاني من الاكشن بوتنشال ده اللي هو سلو ريسبونس اكشن بوتنشالز. وده مش هنشوفه في الجسم، افتح ودانك معايا، غير مع البيس ميكرز في الهارت، وعلى وجه التحديد حتى مش كل البيس ميكرز، الاس اي نود والايفي نود. يبقى يوجد نوعان من الاكشن بوتنشالز: فاست ريسبونس ده في المعظم النون بيس ميكر اكشن بوتنشالز، وسلو ريسبونس اكشن بوتنشال ده موجود فقط في البيس ميكرز اللي هم الاس اي نود والايفي نود. دي معلومات مهمه جدا في الام اس كيو. طيب هنبتدي باول اكشن بوتنشال اللي هو ممكن يجي لنا في النظري بثلاث عناوين: اكشن بوتنشالز اوف اتريال اور فنتريكولار ماسل فايبرز، ادي عنوان، او فاست ريسبونس اكشن بوتنشالز، او نون بيس ميكر اكشن بوتنشالز. تمام، دي الطريقه اللي ممكن تيجي بيها. طيب دلوقتي لما اجي اتكلم على اي اكشن بوتنشال، وما عشقت مثل عشقي للنظام، وهنعمل تهيئ ذهني منتال سيت، خليك مهيئ ذهنيا ان انا هتكلم في 5 بوينتس. اول حاجه
اللي هو ريكوردنج، ازاي احنا الاكشن بوتنشال اللي قصادنا ده بنريكورد التغيرات الكهربائيه في نقطه واحده بس. بنستخدم الكاثود راي اوسيلوسكوب وبنحط 1 الكترود على الاوتسايد على السطح الخارجي من الماسل فايبر اهي، دي كاردياك ماسل فايبر بالصين، والسكند الكترود بنحطه على داخل بتاع نفس النقطه. فاحنا بنسجل التغيرات الكهربائيه في نقطه واحده، وعليه نسمي هذا الاكشن بوتنشال مونوفيزيك اكشن بوتنشال. يبقى اول نقطه في النقاط الخمسه اللي هي ريكوردنج بواسطه ايه؟ كاثود راي اوسيلوسكوب. ايه نوع الاكشن بوتنشال اللي هنسجله؟ كل نقطه من دي ام اس كيو، مونوفيزيك يعني بتسجل التغيرات الكهربائيه في نقطه واحده، لان في 1 الكترود على الاوتر سيرفيس والسكند الكترود على الانر سيرفيس اوف ذا سيم بوينت في الماسل فايبر. حتى هذا الالكترود اللي بنحطه جوه بنبقى حاطينه ببوتاسيوم كلورايد عشان الانسايد فيه بوتاسيوم اكتر، بس دي قلناها في النيرف. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية الفيزز. احنا عارفين ان سمبلي اي اكشن بوتنشال عبارة عن ascending limb represents depolarization و descending limb represents repolarization. ده سمبلي. انما في حالة ال ordinary contractile cardiac muscle fibers اللي هو الفاست response اللي هو نون بيسميكر اكشن بوتنشلز بيتكون من 5 فيزز. فيز 0 وفيز 1 2 3 4. هنا واحد ممكن يسالني هما ليه ما سموهمش 1 2 3 4 5؟ يعني غريبه 0 1 2 3 4. الاجابه سهله جدا، عشان هما 0 ده حاجه و1 2 3 4 ده حاجه ثانيه. 0 ده ديبولاريزيشن اسندنج ليمب سببه صوديوم انفلاكس، بينما 1 2 3 4 ده مسلسل متجانس اللي هو الديسندنج ليمب ريبريزنتس الريبولاريزيشن اللي سببها بوتاسيوم افلاكس، خروج البوتاسيوم. عشان كده ما قالوش 1 2 3 4 5، قالوا 0 اسندنج ديبولاريزيشن صوديوم، 1 2 3 4 ديسندنج ريبولاريزيشن خروج البوتاسيوم. يبقى ده جاوبنا السؤال ليه 0 1 2 3 4 5. طيب هنا النقطة الثالثة الديوريشن. ايه اللي خلاه الريبولاريزيشن فور فيزز؟ ان اكشولي اهم ما يميز الاكشن بوتنشال بتاع الكارديك ماسل فايبرز هو وجود بلاتو، يعني مسطع اهو، حتى انا رسمه لك باللون الاحمر، بلاتو اهي فوق. اكشولي لو شلت هذا البلاتو فيز واحد وبعدين البلاتو فيز اثنين وبعدين ده فيز ثلاثة، هنلاقي الفيز ده فيز واحد وفيز ثلاثة بقوا مع بعض، بقوا ديسندنج ليمب عادي زي الاكشن بوتنشال اللي شفناه في النيرف وشفناه في السكريتال ماسل. يبقى الفيزز كالاتي: زيرو قلنا ده رابيد ديبولاريزيشن، فاست ديبولاريزيشن، عشان كده سمينا فاست ريسبونس اكشن بوتنشال، سببه صوديوم انفلاكس، دخول الصوديوم واحنا عارفين ان الصوديوم سريع. طيب قلنا بقى البلاتو قسم الديسندنج ليمب فيز واحد، ده عبارة عن rapid small initial repolarization. يبقى repolarization بدأ initial اهو ورابيد وسمول، وبعد كده وقفنا repolarization وحطينا البلاتو اللي هو المسطح، وبعدين كملنا بقى فيز 3 اللي هو عبارة عن rapid large repolarization، وبعدين فيز 4 اللي هو resting membrane potential. ده الفيزز اللي عندنا. يبقى زيرو دي بولاريزيشن، 1 2 3 4 ري بولاريزيشن. اهم نقطه بقى او نيجي النقطه الثالثه اللي هي الديوريشن. طبعا بسبب وجود البلاتو بماذا يتميز الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك ماسل فايبرز؟ بانه لونج ديوريشن. حتى بص بقى بيبقى من 200 الى 400 ملي سكندز. واحد يمكن يسالني يقول لي انه الاكشن بوتنشال عموما مدته كام؟ فاكر كنا قلنا في النيرف، احفظ معايا بنراجع اللي فات، 1 ملي سكند مدته. طب في السكيليتال ماسل 2 تو 5 ملي سكند في السكيليتال ماسل. طب في الكاردياك ماسل بقى، شوف كنا بنتكلم في 1 و2 ل 5، من 200 ل 400 ملي سكند.
يعني الديوريشن النقطه الثالثه في حاله الكاردياك ماسل فايبرز بيبقى فيري لونج. بسبب ايه؟ بسبب وجود البلاتو اللي هو قسم الديسندنج لين فيز 1 وفيز 3 وما بينهم البلاتو اللي هو فيز 2. نيجي بقى النقطه الرابعه وهي الاهم اللي هو الايونيك بيزس. دي اهم نقطه في الاربعه الايونيك بيزس. الحقيقه الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك ماسل فايبرز من اصعب الاكشن بوتنشالز، فالايونيك بيزس بتاعته فعلا صعبه. طيب انا كطريقتنا عندي طريقه لتسهيل كل شيء، بس ركز معايا. فعملت حاجه لطيفه قوي، قلت ان انا افصل المعلومات القديمه عن المعلومات الجديده. يعني احنا خدنا الاكشن بوتنشال في النيرف وفي السكيتر ماسل وعندنا معلومات عنه، دي بسميها المعلومات القديمه. الهارت اصعب لان بالاضافه للمعلومات القديمه في معلومات جديده. لو قلتهم الاثنين، لو قلت الاثنين في ان واحد هتبقى تو ماتش. عملت عمله لطيفه جدا اني فصلت المعلومات القديمه على المعلومات الجديده. حتى المعلومات القديمه دي لو انت مش مذاكر حتى وجالك سؤال نظري اكتب المعلومات القديمه هتحصل على نصف الدرجه. فنبتدي بالمعلومات القديمه. احنا عارفين ان الاسندنج ليم اللي هو فيز زيرو اللي هو ريبريزنتس الديبولايزيشن بيبتدي من عند الريستنج ممبر بوتنشال اللي هو ماينس 90 ملي فولتس ليصل الى بلس 20 ملي فولت، مش فولت، ملي ده سؤال ام اس كيو. وسببه ايه؟ سببه صوديوم انفلكس، دخول الصوديوم، صوديوم انتري برضه صح، من خلال الفاست فولتج جيتد صوديوم شانلز. وده اللي خلى هذا الاكشن بوتنشال، لان الديبولايزيشن بتاعه سبب دخول الصوديوم، سميناه فاست ريسبونس اكشن بوتنشال. اي اكشن بوتنشال الديبولايزيشن بتاعه سبب دخول الصوديوم يبقى فاست ريسبونس اكشن بوتنشال، كما في حاله النيرف سكيتال ماسلز والكاردياك ماسل اي نون بيس ميكر اكشن بوتنشالز. دي معلومه قديمه. طب المعلومه الفيز 1، فيز 1 اللي هو الانيشال رابيد سمول ريبولاريزيشن، سببه ايه ريبولاريزيشن؟ عاوز حد يلخبط. اوعى تقول بوتاسيوم افلكس، لازم الاول توقف دخول الصوديوم، تعمل ان اكتيفيشن اوف ذا فاست فولتج جيتد صوديوم شانلز، وبعدين تعمل بوتاسيوم افلكس، تخرج البوتاسيوم. وقلتها بطريقه سهله، عربيه ماشيه لقدام ما ينفعش تروح جايب لورا على طول، لازم الاول توقف العربيه وبعدين تبتدي تمشي في الاتجاه المغاير اللي هو الديسندنج. فسبب الريبولايزيشن غلطه مشهوره، ما تقوليش بوتاسيوم اي فلكس، تقول لي ان اكتيفيشن اوف فاست فولتج جيتد صوديوم شانلز، ونمره اثنين بعد ما توقف العربيه تعمل بوتاسيوم اي فلكس. بعد كده كل الريبولايزيشن زي ما شفنا سبب بوتاسيوم اي فلكس، دي معلومات قديمه. طيب السلكتيف الريستنج ممبر بوتنشال سببها ايه؟ معلومات قديمه قلناها، سبب الريستنج ممبر بوتنشال اللي هو واحد سلكتيف بيرميابيليتي، ودي مسؤوله من الناقص 90 عن كام؟ مين فاكر؟ ماينس 86 ملي فولت وباسيف. وتاني سبب اللي هو الصوديوم بوتاسيوم بامب، وده مسؤول عن الاربعه اللي فاضلين، ماينس 4 ملي فولت وده اكتف. يبقى مين السبب الاساسي؟ قلنا السلكتيف بريميابيلتي. طيب مين اهم اين بيعمل الريستنج ممبر بوتنشال؟ قلنا البوتاسيوم. ومين اللي اثبتها؟ كلام خدناه في النيرف اللي هو النيرنست ايكويشن، لما حسبنا الايكوليبريم بوتنشال فور بوتاسيوم طلع ماينس 94، يعني فيري كلوز للريستنج ممبر بوتنشال هو ماينس 90، بينما لو حسبنا الايكوليبريم بوتنشال بالنيرنست ايكويشن للصوديوم هيطلع قيمه مختلفه تماما. اهم اختلاف انها مش ماينس وباينس، هتبقى بلس 61 ملي فولت. ولا تنسى ان البلاتو اللي هو اهم ما يميز الاكشن بوتنشال بتاع الهارت واللي هو اذا شلناه هيبقى اكشن بوتنشال عادي خالص، ده بيحصل عند الزيرو بوتنشال. يبقى دي المعلومات القديمة، وعاوزك تركز معايا، بماذا يختلف الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك ماسل عن السكيلتال ماسل؟ نمرة واحد بوجود البلاتو، اثنين بوجود البلاتو، نمرة ثلاثة بوجود البلاتو اللي هو زي ما بقولها أطال الله في عمر
الاكشن بوتنشال بقى بياخد 240 ملي سكندز. تاني حاجه لطيفه جدا ان مفيش هايبر بولاريزيشن. هناك بنلاقي فيه هايبر بولاريزيشن، هنا الريستنج ممبر بوتنشال هو الفيز رقم 4 مفيش هايبر بولاريزيشن. ويمكن تسالني هو ليه مفيش هايبر بولاريزيشن؟ فكر، احنا الهارت ده بينبض في المتوسط 70 نبضه في الدقيقه، عشان يبقى لازم يطلع 70 اكشن بوتنشال في الدقيقه، يبقى لازم يوصل فايرنج ليفل 70 مره في الدقيقه، يبقى لازم نبقى قريبين من الفايرنج ليفل. لو عملنا هايبر بولاريزيشن هنبعد عن الفايرنج ليفل، ادي الفايرنج ليفل. فعشان كده تملي بنلاقيه قريب من الفايرنج ليفل، ذير از نو هايبر بولاريزيشن. يبقى بماذا يتميز الاكشن بوتنشال بتاع الكاردك ماسل فايبرز؟ بلاتو بلاتو بلاتو، ونمره 4 بعدم وجود هايبر بولاريزيشن. دي المعلومات القديمه. طيب نقول بقى المعلومات الجديده اهي. انا بره عشان ما لخبطكش ومع شفت مستعشق للنظام، المعلومات القديمه هتطلع لك باللون الاسود، الجديده هتطلع لك باللون الاحمر. يبقى تعالى خمسه فيز. اول فيز قلنا زيرو. ليه قالوا زيرو؟ عشان ده حاجه مختلفه عن 1 2 3 4. زيرو ده ascending limb represents ال depolarization، سببه صوديوم انفلاكس من خلال الفاست فولتج جيتد صوديوم شانلز. دي معلومه قديمه هي باللون الاسود. طب فيز واحد اللي هو الانيشال رابيد سمول فيز اوف ريبولاريزيشن، ايه سببه؟ المعلومات القديمه بتقول لنا باللون الاسود نوقف الاول الصوديوم ان اكتيفيشن اوف فولتج جيتد صوديوم شانل، وبعدين نعمل بوتاسيوم انفلاكس. نمره 2. اول معلومه جديده بقى هي جايه باللون الاحمر، عشان نسرع الريبولاريزيشن مش بس نخرج بوتاسيوم بوزيتيف بره وندخل كلورايد نيجاتيف جوه، يبقى كلورايد انفلاكس. ما احنا في الريبولاريزيشن بيبقى بره بوزيتيف جوه نيجاتيف، طب ليه نخرج بس بره بوزيتيف وندخل نيجاتيف اللي هو الكلورايد؟ حتى بقولها بطريقه لطيفه في الحفظ. يبقى في اول فيز اللي هو فيز 1 في معلومه واحده جديده، يبقى في فيز 0 مفيش ولا معلومه جديده. 0 0 في فيز 1، شوف حتى عشان تفتكرها، ظهرت معلومه واحده جديده اللي هي كلورايد انفلاكس. طيب وصلنا من ناقص 90 لزائد 20. نيجي ثالث فيز اللي هو البلاتو، ده اهم حاجه بقى، ده اذا ما شرحتوش كويس يبقى ما شرحتش حاجه، اللي هو بيحصل عند كام؟ عند الزيرو بوتنشال اهي. ايه سبب البلاتو؟ تعال نفكر. احنا في البلاتو لا احنا طالعين زي الديبولاريزيشن ولا نازلين زي الريبولاريزيشن، يبقى 100% تساوت قوى الصعود اللي هو الديبولاريزيشن مع قوى الهبوط اللي هو الريبولاريزيشن. يبقى اهم كلمه افتح ودنك، البلاتو سببه بالانس. بالانس يعني توازن، تساوي ما بين قوه الريبولاريزيشن اللي هي البوتاسيوم افلكس وقوه الديبولاريزيشن. بس هنا الديبولاريزيشن سببه، انت متوقع كنت اقول لك دخول الصوديوم، لا دخول الكالسيوم. واحد قال لي طب ليه في البلاتو سوينا البوتاسيوم بالكالسيوم مش بالصوديوم؟ هذا لسببين. السبب الاقل اهميه ان خروج البوتاسيوم بطيء، ما ينفعش يتوازن مع دخول الايون الصوديوم اللي هو السريع، لكن ينفع يتوازن مع دخول الكالسيوم البطيء. يعني خروج البوتاسيوم بطيء، دخول الكالسيوم بطيء. ده السبب الاقل اهميه. السبب الاكثر اهميه ان هذا الكالسيوم اللي بيدخل في البلاتو بيفيدنا في الكونتراكشن، ودي نقطه مهمه جدا في السكيليتال ماسلز. الكالسيوم المهم للكونتراكشن موجود جوه السكيليتال ماسل في الساركوبلازميك ريتيكولم. طب في السموث ماسل، شوف براجع اللي فات كله، الكالسيوم المهم للكونتراكشن جاي من بره من الاكسترا سيلولار فلويد. يبقى في السكيليتال ماسل من جوه، في السموث ماسل من بره. طب في الكاردياك ماسل بقى، في عضلة بتنقبض من المهدي إلى اللحد، تقعد تنقبض 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 تنقبض، يبقى عاوزين كميات ضخمة من الكالسيوم، فبتعتمد على الكالسيوم اللي جاي من بره اكسترا سيلر والكالسيوم اللي جاي من جوه من الساركوبلازميك ريتيكولم. فليه عملنا بالانس ما بين البوتاسيوم والكالسيوم؟ السبب الثاني أهم، مش إن هم أول سبب أقل أهمية، إن هم الاثنين بطاء. السبب الثاني إن الكالسيوم ده مهم للكونتراكشن، لأن إحنا وي ديبند على تو تايبس أوف كالسيوم في الكونتراكشن أوف هارت، الانترا سيلر في الساركوبلازميك ريتيكولم واللي جاي من الاكسترا سيلر. طب والظاهره الرائعه عشان الاثنين يشتغلوا ان هارموني في تناسق،
ربنا سبحان الله خلى الكالسيوم اللي جاي من بره من الاكستراسيلولر هو اللي يطلع الكالسيوم اللي من الساركوبلازميك ريتيكولم عشان يزيدوا مع بعض في ظاهره اسمها كالسيوم انديوز كالسيوم ريليس. يعني الكالسيوم اللي من الاكستراسيلولر بينديوس يعني بيعمل كالسيوم ريليس من الانترا سيلولر. طيب بعد يبقى في اثناء البلاتو في كالسيوم بيدخل وبيطلع كالسيوم من جوه بيحصل الكونتراكشن بتاع الهارت. طب بنهايه البلاتو لازم نوقف كونتراكشن فبنطلع هذا الكالسيوم اللي جاي من الاكستراسيلولر نطلعه بره بحاجه خدناها في المحاضره الاولى اسمها كالسيوم صوديوم اكتشينجر او اسف صوديوم كالسيوم اكتشينجر. يبقى هتطلع الكالسيوم اللي هي بتشتغل ان بوث دايركشنز وتدخل صوديوم. طيب هنا الكالسيوم بيدخل من خلال انهي تشانلز؟ الكالسيوم عنده تو تايبس اوف تشانل في الجسم او في الهارت. في النوع الاهم اسمه ال تايب اللي هو لونج لاستنج، وفي نوع تاني هناخده بعد شويه اسمه تي تايب ترانزيانت. فالكالسيوم اللي بيدخل في البلاتو بيدخل من خلال النوع الاهم اللي هو اسمه ال تايب، وده في ثلاث اسئله في الام اس كيو. ان ال ال تايب ده مور نيومرس خمس مرات قد الترانزيانت. وايدر اوسع. تاني معلومه وتالت معلومه ان هو ده الاهم. ليه؟ لان الدراجز لما بنقول عيان بياخد كالسيوم شانل بلوكر في علاج ضغط الدم المرتفع فاحنا بنقفل له ال ال تايب. يبقى اتكلمنا على الكالسيوم. طب امتى بيفتح الكالسيوم شانلز؟ خد بالك بقى في رقم جديد اهو اللي هو رقم ناقص 40، اوعى تنسى علي بابا ولا 40 حرامي. الكالسيوم شانلز بتفتح في فيز 1 لما يوصل الريستنج ميمبرين بوتنشال او لما يوصل بوتنشال ماينس 40 وتوصل البيك في اثناء البلاتو عشان البلاتو ده اللي بيحصل فيه كونتراكشن وتخرج بالاند اوف بلاتو عن طريق الصوديوم صوديوم كالسيوم اكتشينجر. يبقى باختصار شديد ما هو الميكانيزم في بلاتو؟ ان احنا لا في اسيندنج ولا ديسيندنج، حصل بالانس ما بين ايه؟ ما بين دخول الكالسيوم وخروج البوتاسيوم. وشرحنا اول نقطه ان الكالسيوم بيدخل عن طريق ال L تايب شانل، وتقدر تراجع الفيديو بيفتح عند ماينس 40 يوصل بيك في البلاتو ويطلع في الاند اوف بلاتو بالصوديوم كالسيوم اكتشينجر. طب نيجي نتكلم بقى البوتاسيوم اللي بيخرج ده بيخرج عن طريق انهي شانل؟ عن طريق شانل اسمها لذيذ قوي اسمها ديلايد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، اهي اللي بشاور عليها بالليزر اهي. Delayed rectifying potassium channel. دي الشانل اللي بيخرج عن دي. يبقى حاجة رائعة. يبقى في نهاية البلاتو الكالسيوم خرج لكن لسه الشانل بتخرج بوتاسيوم فده يبتدي عملية الدي بولاريزيشن. الديلايد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل تبتدي الثيرد فيز اوف ري بولاريزيشن. يبقى في البلاتو اتكلمت على اللي هو الفيز رقم 2 على نقطتين جداد الكالسيوم والبوتاسيوم. طب فاضل نقطه في الكالسيوم عاوزين نقولها، يعني ايه اهميه البلاتو؟ قلنا سببه ايه ما قلناش اهميته. ان البلاتو ده برونجز الاكشن بوتنشال، اهو شايف طول الاكشن بوتنشال، خلى مده الاكشن بوتنشال 200 ل 400 مللي سكندز في الهارت. طب ايه اهميه الاكشن بوتنشال يبقى طويل؟ قلنا لسببين، ان في اثناء البلاتو بيدخل الكالسيوم والكالسيوم ده بيساعد الكونتراكشن فالهارت دخول في البلاتو ده برونجز الاكشن بوتنشال وبالتالي برونجز الكونتراكشن. انت عارف انه في الهارت الكونتراكشن لازم يدق الدم اجينست ريزيستنس فالكونتراكشن بياخد مده طويله جدا. فعشان كده بقول البلاتو بجمله لطيفه ما تنساش، أطال الله في عمر الأكشن بوتنشال بتاع الهارت بأن جعل بلاتو بأنه حط بلاتو ليطيل في عمر الكونتراكشن عشان الهارت يقدر يضخ الدم أجينست ذا بريفر ريزيستنس. تاني حاجة إن أطال الأبسوليوت ريفاكتور بيريود، يعني طول ما الهارت في حالة سيستول فهو في حالة أبسوليوت ريفاكتور بيريود. يعني إيه؟ يعني إكسيتابيلتي زيرو أبسوليوت ريفاكتور مفيش استجابة، يبقى مش ممكن يعمل سيستول فوق سيستول. لو كان الهارت هيعمل سيستول فوق سيستول كان عمل تيترس، يعني قعد في حاله انقباض دائم ولا توفانا الله. يبقى اهميه البلاتو ان طول الاكشن بوتنشال وعليه طول حاجتين، طول الكونتراكشن وخلى طول ما في كونتراكشن ابسولوت ريفاكتور بيريود فيري لونج
الهارت ما يستجيبش لمؤثر اخر، ما يعملش انقباض على انقباض، ما يعملش ستول على ستول، والا حصل تيتانوس وتوفانا الله. وبرضه بذكرك بالسكيتال ماسل، السكيتال ماسل لا كانت الابسولوت افكتيف بيريد الاكشن بوتنشال شورت، الابسولوت افكتيف بيريد شورت، فكان ممكن العضله تعمل انقباض فوق انقباض وتعمل تيتانوس، بل هو الاساس في عمل السكيتال ماسل انها تقعد زي ما انت شايفني كده في حاله كونتينوس كونتراكشن عشان الشورت ابسولوت افكتيف بيريد. لكن في حاله الهارت اللونج ابسولوت افكتيف بيريد بيخليها مفيش تيتانوس في الهارت. يبقى في قلنا في فيز زيرو ما حطيناش ولا معلومه جديده، في فيز 1 حطينا 1 0 0 1 1 حطينا الكلورايد، في فيز 2 اتكلمنا على البلاتو انه بالانس ما بين قوتين، واتكلمنا عليهم الكالسيوم والبوتاسيوم وازاي الميكانيزم وايه اهميه ان يبقى في بلاتو وبرولونجد اكشن بوتنشال. نيجي بقى فيز 3، ده هنقول ان اللارج رابيد ديسندنج ليم ده هنتكلم فيه في ثلاث نقاط، ان الديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل بتعمل ريبولاريزيشن لحد ماينس 40 وبعدين تقفل. طب مين اللي هيكمل بينا لتحت؟ ما تنساش ان كنا خدنا ان في حاجه اسمها انورز ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، دي نون جيتد مفتوحه على طول، فهي اللي بتكمل معانا من ناقص 40 لناقص 90. يبقى هنا في ثلاث نقط في الفيز نمره 3، ان اللارج ريبولاريزيشن سببه الاتي، سببه نمره 1 الديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، ثاني نقطه الانورز ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، وان امتى بتقفل الديليد ريكتيفاينج ونعتمد فقط على الانورز ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل عند ماينس 40. يبقى حتى حاجه لطيفه اوعى تنسى بقى، يبقى اللونج تايب كالسيوم شانلز كانت بتفتح عند ماينس 40 وتقفل في نهايه البلاتو، انما الديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل بالعكس بتقفل عند ماينس 40. فرقم 40 ده مهم جدا، اذكرك تاني هو اللي بيفتح عنده الكالسيوم شانل بتاعت البلاتو وبيقفل عنده الديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل بتاعت البلاتو. طب ومين هيكمل بينا لتحت؟ اللي هو الانورز ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. ولان الانورز ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل دلوقتي هجاوب النقطه دي نون جيتد ما بتقفلش، فبتكمل معانا بال ريستنج ممبرين بوتنشال، عشان كده اعتبروا لان الاحداث مستمره ما توقفتش، الانورز ريكتيفاينج لسه شغاله وعامله الريستنج ممبرين بوتنشال، اعتبروا الريستنج ممبرين بوتنشال ده الفيز رقم 4 من الاكشن بوتنشال بتاع الهارت، ودي حاجة جديدة علينا لأن إحنا كنا معتادين إن ريستنج ممبرين بوتنشال ده ملوش علاقة بالأكشن بوتنشال، لكن لأن الإنورز ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل مستمرة لأنها نون جيتد فبتعمل ريستنج ممبرين بوتنشال، فاعتبروها دي الفيز رقم 4. في نقطة مهمة، كلمة ريكتيفاينج أذكرك كنا خدناها في النار، إحنا على أي أساس بنعتبر إنورز أو أوتوردز كارنت؟ حسب افتح ودانك سؤال ام اس كيو، البوزيتيف اينز، لو البوزيتيف اينز داخل يبقى انورد، خارج يبقى اوتورز. طبعا هتسالني طب ليه البوتاسيوم خارج وسموها انورز ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل؟ الاجابه راجع قلتها في محاضرات النيرف، يبقى راجعها من فضلك. فاخر فيزا دي معلومات قديمه اللي هو الريستنج ممبر بوتنشال قلناها السلكتيف بيرميابيلتي والصوديوم بوتاسيوم بامب، ده فيز 4. يبقى ده هو اصعب اكشن بوتنشال عندي في الجسم، اللي هو الاكشن بوتنشال بتاع مين؟ بتاع الاتريال والفنتريكولار ماسل فايبر، اللي هو ليه اسم تاني فاست ريسبونس، اللي ليه اسم تالت نون بيس ميكر اكشن بوتنشال، اللي هو عباره عن فيز زيرو دي بولاريزيشن، مش هتحط معلومات جديده، صوديوم انفلكس، وبعدين 1 2 3 4 ده ديسندنج ليم بيمثل الريبولاريزيشن. في فيز 1 بتحط معلومه واحده جديده اللي هي الكلورايد انفلكس في البلاتو، ده اطول واحده، هو ده اهم حاجه البلاتو، هتتكلم على انه حصل بالانس ما بين خروج البوتاسيوم عن طريق الديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل ودخول الكالسيوم عن طريق ال تايب كالسيوم شانل، وتشرح كل واحده فتحت امتى، اوعى تنسى ناقص 40 وبتقفل عند نهايه البلاتو الكالسيوم.
اما الديليد ريكتيفاينج تراسل شانل بتبقى فاتحه طوال البلاتو وبتقفل عند ناقص 40. يبقى حطينا معلومتين، معلومه في نمره واحد ومعلومتين في الفيز نمره اثنين وثلاث معلومات في الفيز نمره ثلاثه. هنقول ان في ديليد ريكتيفاينج تراسل شانل، هنكمل بنقيل ريكتيفاينج تراسل شانل وهننقل من دي لدي عند ماينس 40. ادي ثلاث معلومات. اما الريستنج ممبر بوتنشال فده معلومات قديمه باللون الاسود، سيلكتيف بريبابيلتي اند صوديوم بوتاسيوم بامب. لاني مش عاوز اطول هسيبك انت تراجع الفيديو مره اخرى. النقطه الخامسه عشان تاخد الفول مارك في السؤال النظري اللي هو عاوزين نحط الريليشن، العلاقه ما بين، او قبل ما اقول العلاقه عاوز اقول نقطه مهمه للسؤال شافه ومهم للطلبه الاوائل. ايه الفرق بين الاكشن بوتنشال بتاع الفنتكل والاكشن بوتنشال بتاع الاتريام؟ خلاص ده سؤال لطيف جدا في الشفوي، الفرق بين الفنتريكولار اكشن بوتنشال والاتريال اكشن بوتنشال. لما هناخد الكاردياك سايكل هنعرف ان الاتريام ده بيضخ الدم فقط للفنتكل، يعني الانقباض بتاعه بياخد وقت قليل. في الكاردياك سايكل زمن انقباض الاتريام 100 ملي سكند، وعليه البلاتو اللي في اثنائه بيدخل الكالسيوم ويحصل كونتراكشن 100 ملي سكند. يبقى بيتميز الاتريال اكشن بوتنشال بانه شورت بلاتو، بينما الفنتكل لما ناخده في الكاردياك سايكل، لا هنشوف في الكاردياك سايكل لو مده السايكل 800 ملي سكند، يعني الهارت بيضرب حوالي 72 دقه في الدقيقه، فيبقى مده السايكل 8 من 10 من الثانيه 800 ملي سكند، الفنتكل الانقباض بتاعه بيبقى 300 ملي سكند. فعشان كده البلاتو بتاعه بياخد 300 ملي سكند. يبقى ايه الفرق للاوائل ما بين الاكشن بوتنشال بتاع الاتريام وبتاع الفنتكل؟ هو في البلاتو، لان البلاتو في خدمه الكونتراكشن، في اثناء البلاتو بيدخل كالسيوم يعمل كونتراكشن. يبقى لو الفنتكل الكونتراكشن بتاعه 300 ملي سكند يبقى البلاتو 300 ملي سكند. الاتريام الكونتراكشن بتاعه في السايكل افتكر 100 ملي سكند، يبقى البلاتو شورت 100 ملي سكند. ادي الفرق. طيب النقطه الخامسه والاخيره في الاكشن بوتنشال، ده اصعب اكشن بوتنشال عندنا، هو الريليشن ما بين، ادي الاكشن بوتنشال باللون الاسود هنحط عليه كيرفين، الريليشن مع الميكانيكال تشينجز اللي هي الكونتراكشن اللي هو سيستول وريلاكسيشن اللي هو دايستول، وريليشن مع الاكسيتابيلتي تشينجز اللي هو الابسوليوت ريفراكتوري بيريود اند ريلاتيف ريفراكتوري بيريود. يبقى ما تنساش، احب النظام جدا، يبقى اتكلمنا على ريكوردينج، اتكلمنا على نمره 2 الفيزس، نمره 3 الديوريشن، ان الكاردياك اكشن بوتنشالز اطول اكشن بوتنشالز في الجسم بتبقى من 300 ل 400 ملي سكندز. وبعدين اتكلمنا اهم نقطه الرابعه الاونيك بيزس، وقلناها خدنا القديم باللون الاسود والجديد باللون الاحمر وتراجعوا. واخر نقطه نمره 5 هنحط كيرفين على الاكشن بوتنشال، الميكانيكال تشينجز اللي هو الانقباض والانبساط السيستول والدايستول والابسوليوت والريلاتيف ريفراكتوري بيريود. نبتدي نحط الميكانيكال تشينجز. احنا عارفين ان الهارت شغال بالكهرباء، وزي ما بقول السؤال تمام اللي بساله، ايهما اسبق الكهرباء ام الاضاءه؟ طبعا الكهرباء بتسبق الاضاءه، نفس الكلمه في الهارت، الهارت الاول الكهرباء وبعدين ينقبض. يبقى اهم كلمه ان السيستول يبتدي بعد ما الهارت يتكهرب، يبقى بيجينز ايميديتلي افتر ديبولاريزيشن، لو حطيتها مع الديبولاريزيشن غلطه. السيستول بيجينز ايميديتلي افتر الديبولاريزيشن. طب وانز امتى؟ قلنا طول ما في كالسيوم بيدخل، طول ما في انقباض، لما يخرج الكالسيوم يتوقف الانقباض. طب احنا قلنا ان الكالسيوم كان بيدخل في اثناء البلاتو من خلال ال تايب كالسيوم شانل، حتى كان بيطلع الكالسيوم اللي جوه من خلال ظاهره اسمها كالسيوم انديوس كالسيوم ريليس، وبيطلع في نهايه البلاتو. يبقى السيستول اندز باي ذا اند اوف ذا بلاتو، دي اهم نقطه في الام اس كيو. يبقى بيجينز افتر ديبولاريزيشن واندز باي ذا اند اوف ذا بلاتو، لدرجه ان انا قلت عشان تظبط الرسمه في خط مش مطلوب يبقى ارسمه كده عند نهايه البلاتو، يظبط لك كل الرسومات، بسميه ميزان الخط ده. فالسيستول يبتدي بعد الديبولاريزيشن وينتهي بنهايه البلاتو. طب نيجي الدايستول بقى، مفيش اي علاقه بين الدايستول والريبولاريزيشن، هي مجرد مصادفه. الديبولاريزيشن سبب الكونتراكشن، لكن عاوز طالب فاهم. لكن الدايستول ده باسيف، الريلاكسيشن بتاع المصل باسيف، مش عاوز كهرباء،
ده مجرد مصادفة ان الداستول بياخد دبل ذا بيريود اوف ثيرد فيز اوف ريبولايزيشن. دي ثيرد فيز اوف ريبولايزيشن اللي بسميها الريال ريبولايزيشن اللي هو الديسندنج. ده الداستول بياخد ضعف المدة. ده داستول دبل ذا تايم اوف ثيرد فيز. طيب بصوا على المسكيو تاني، ايهما بياخد وقت اطول، الالكتريكال تشينجز اللي هو باللون الاسود ولا الميكانيكال اللي هو باللون الاحمر؟ الميكانيكال بياخد مره ونص الالكتريكال تشينجز. سؤال ام اس كيو، يبقى السيستول بيجينز ايميديتلي افتر ديبولاريزيشن واندز باي ذا اند اوف ذا بلاتو. ده اهم سؤالين. الداستول دبل ذا ثيرد فيز، وعموما الميكانيكال بتاخد مره ونص قد الالكتريكال. عاوزين نحط بقى الاكسيتابيلتي تشينجز. اهم حاجه عندنا الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، وقلنا كلمه ريفراكتوري يعني عدم استجابه. ابسوليوت ريفراكتوري يعني عدم الاستجابه مطلق، يعني الاكسيتابيلتي زيرو اهي، الاكسيتابيلتي زيرو في الكيرف اهو. انما الريلاتيف ريفراكتوري يعني عدم الاستجابه نسبي، يبقى ما هواش نورمال وما هواش زيرو، حاجه ما بين الزيرو وما بين النورمال، فيبقى سب نورمال، فيسموها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود. وحفظتها لكم في النيرف المصري بطريقه جميله بالسمع، قلت السمع احسن في التذكر من الرؤيه. فقلت ان في اي اكشن بوتنشال هنحط القواعد العامه ان الابسوليوت ريفراكتوري بيريود كونسايدز مع الاسندنج ليم والايرلي بارت اوف ديسندنج. قاعده حلوه، يبقى الابسوليوت ريفراكتوري بيريود تملي افتكرها كونسايدز مع الاسندنج اللي هو في الزيرو والايرلي بارت اوف ديسندنج اللي هو في الحاله دي فيز 1 و2 والايرلي بارت اوف 3 لحد هنا. ده الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. طيب من هنا نخلص بقى، عاوزك تبص كويس قوي انه الابسوليوت ريفراكتوري بيريود كونسايدز مع فتره السيستول كامله والايرلي بارت للاوائل اوف داستول. ايه اهميه ان الهارت في فتره السيستول يبقى في حاله ابسوليوت ريفراكتوري بيريود؟ ان في اثناء السيستول، في اثناء الانقباض، لو خد ستيمولس ما يستجبش، ما يعملش انقباض فوق انقباض، ما يعملش تيتانس، لانه قلنا لو حصل تيتانس الانسان هيتوفاه الله لو الهارت قعد في حاله كونتينوس كونتراكشن. يبقى بسبب اللونج ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، سؤال مسكيو مهم في الكارديك ماسل، بحيث انها بتكفر ذا هول بيريد اوف سيستول اند ذا ايرلي بارت اوف ذا ستول، بتكفر الهول بيريد اوف سيستول، يبقى الهارت ما بيحصلش فيه تيتانس. طب للاوائل بقى ايه اهميه انها بتكفر الايرلي بارت اوف ذا ستول؟ ان في الايرلي بارت اوف ذا ستول الهارت بيبتدي يملى. تخيل لو هو استجاب بعد السيستول على طول وهو لسه ما ملاش، طب هيضخ ايه؟ فلازم ما يستجبش لا في السيستول ولا في اول جزء في الداستول عشان يملى شويه بلاد، وبالتالي لما يجي له ستيمولس يبقى عنده حاجه جواه يضخها. واقول لك معلومه جميله، اكتر امتلاء للقلب بيحدث في الايرلي بارت اوف داستول. يعني ان الابسولوت ريفراكتوري بيريود بتاخد السيستول فتمنع التيتانس، وتاخد الايرلي بارت اوف ذا ستول اللي هي اهم حته بيملى فيها الهارت اهي، الايرلي بارت اوف ذا ستول، فده بيدي فرصه للفيلينج اوف ذا هارت اللي هو بيحدث اساسا في الايرلي ذا ستول. فهذا يدل على انه وراء الخلق خالق. طب نيجي بقى الريلاتيف ريفراكتوري بيريود. الريلاتيف ريفراكتوري بيريود فاكر كنا قلناها ازاي؟ الريلاتيف ريفراكتوري بيريود كونسايز مع الريست اوف ديسندنج. يبقى الريلاتيف ريفراكتوري بيريود مع الريست اوف ديسندنج اللي هو السكند هاف اوف ذا، او مش هاف يعني السكند بارت اوف ذا ثيرد فيز اوف ري بولاريزيشن. ده اللي هو الريلاتيف ريفراكتوري بيريود اللي فيه الاكستابيلتي اللي هي زيرو ولا هي نورمال، حاجه سب نورمال فيز. نيجي بعد كده في حاجه ثالثه مهمه قوي بقى، في حاجه اسمها سوبر نورمال فيز اهي، يعني خاصة موجودة في الهارت، ان بعد ما بيخلص بيبقى عندي حاجة اسمها سوبر نورمال فيز، عند بتحصل في الليت بارت اوف ثيرد فيز اوف ريبولاريزيشن، الاكسيتابيلتي بتطلع اباف نورمال، ودي حاجة خطيرة جدا، ان بيسموها الفالنربل بيريود، يعني الهارت في هذه الفترة بس لحسن الحظ انها فترة قصيرة جدا، في الليت بارت اوف ذا ثيرد فيز اوف ريبولاريزيشن، الاكسيتابيلتي بتبقى اباف نورمال. لو الهارت جات له كهرباء من حته بره الاس اي نود يسموها اكتوبيك فوكس، يعني احد الفايبرز بتاعت الهارت حصل لها تهيج اريتيشن
وهي اطلقت شحنه كهربائيه يسموها اكتوبيك فوكس، اي بؤره خارجيه، وجت في وقت الفالنربل بيريود دي اللي هو الهارت يبقى في خطوره عليه، منطقه خطيره لان الاكسيتابيلتي عاليه، ممكن الشخص ده يحصل له فنتريكولار فايبريليشن، يعني الفنتكل يرتعش ويبطل ينقبض والانسان يتوفاه الله. يبقى دي اسمها سوبر نورمال فيز، بتيجي عند الليت بارت اوف فيز 3 وبيبقى الهارت في اثنائها فالنربل. دي كانت المحاضره الثانيه اللي هي خاصة بأول خاصية وأصعب خاصية اللي هي الإكسايتابيليتي، وشرحنا فيها الأكشن بوتنشال بتاع النون بيس ميكر، الفاست ريسبونس أكشن بوتنشال بتاع الإيتريم والفنتريكل. وبعدين قلنا شرحناها في خمس نقط، ريكوردينج قلنا أول حاجة، وبعدين قلنا بعد ريكوردينج الفيزيس، وبعدين قلنا الديوريشن نمرة ثلاثة، الايونيك بيزز دي اهم حاجه من اربعه، وفصلناها القديم لوحده والجديد لوحده، وبعدين الريليشن مع الميكانيكال ومع الاكسايتابيلتي تشينجز. وبأشكركم على حسن متابعتكم، والى ان القاكم مجددا باذن الله، استودعكم الله. شكرا.